حزب القراص التونسي اللي ادعاه برشا عباد والا مشى في الفيسبوك يعني كلمه سليم عمام وهو وراء البارتي هذيا، لان بعض لي باج كي هبطوا على البارتي بيرات قالوا انتم ما تعرفوا شكون البارتي بيرات، شكون وراء البارتي بيرات، انا وراء البارتي بيرات ولا اعضاء الهيئه التاسيسيه مثل البارتي بيرات. اون بليس كو سا نحب نوضح للمجتمع الافتراضي او بالاحرى المجتمع الفيسبوكي اللي كلمه قاعدين يتمسخروا عليها برشا التوانسه، المجتمع الفيسبوكي بالحق عندنا مجتمع فيسبوكي، والمجتمع الفيسبوكي قادر باش يقدم بالتوانسه القدام، لانه المجال الافتراضي هذه او بالاحرى الشبكات الاجتماعيه هذيا مثلوا مصداقيه في المعلومه في وقت اللي كانت فيه وسائل الاعلام الرسميه متخاذله مع النظام. كما عمام وتشدينا مع بعضنا لو 5 لو 6 لو 7 لو 8 جانفي حتى لو 9 جانفي تسيبنا، وقت تسيبنا اقترحوا عليه كتابه الدوله على الشباب. هو كي يدعي كونه فونداتور نتاع بارتي بيرات نورمالمون يرجع للفونداتور صحابه اللي معاه في البارتي بيرات ويتشاوروا مع بعضهم على حكايه كاتب دوله للشباب. احنا مانيش ضده كونه يطلع كاتب دوله للشباب، احنا بالنسبه لنا المناصب ما تعنيناش، احنا كشباب ماهيش غايتنا المناصب ومانيش جايين تو قاعدين نحبوا نعترفوا بالحزب نتاعنا باش غايتنا في المناصب، لا تعنينا المناصب، غايتنا باش نصلحوا البلاد ونقدموا بها القدام. عندنا فيزيون بروغريسيست اكثر منها ما حاجه اخرى. دونك بالنسبه لسليم، سليم شد كاتب دوله للشباب، اون بليس كو سا كي هو شد الدوله كاتب دوله للشباب ما فكرش فينا احنا اصحابه لي فونداتور، وما خرجناش حتى الماتريال نتاعنا اللي تو مازال ما خرجش، اللي تو من نهار اللي هزوه تو مازال ما خرجش. ونحكيو على شفافيه ونحكيو على سيف وفات الدوله وفا القمع وفا كل شيء، علاش الماتريال نتاعنا مازالوا موجودين تو في وزاره الداخليه وعلاش ما حبوش يسلموهم لنا او بالاحرى ما اتصلوش بينا ويحبوا يسلموهم لنا؟ كان يحبوا بالحق هما يصلحوا البلاد ويقدموا بها القدام، يرجعوا الماتريال مش بالنسبه لي انا وبالنسبه للمجموعه معايا، برشا صحفيين وبرشا اعلاميين تشدت الكاميرا نتاعهم وتو رجعت لهم وما هيش باش ترجع لهم. اون بليس كو سا سليم عمامو بعد 14 جانفي الشاب التونسي ليس في حاجه للبورنو وليس في حاجه للزطله، الى حاجه الى اولويات اهم اللي هي التشغيل اللي هي كون صوته يوصل، مش صوته يوصل هكا هو صوته يوصل وعلى الاقل ثم حاجات كونكريت يلقاها الشاب في دي. الشاب التونسي مش مستحق 200 دينار، ماناش نطلبه ماناش اساسي. البلاد هذيا نتاع العباد الكل، واللي يجي يقرا الديموغرافي نتاع البلاد يشوف اللي اكثر من 60% راهو شباب، دونك اكثر من 60% شباب، دونك الفئه هذه هي اللي باش تقود البلاد 10 سنين و15 سنه لقدام. اون بليس كو سا سي سليم عمامو مشى وقدم مطلب باش ياخذ البارتي بيرات من غير لا يرجع بالنظر للي فونداتور في البارتي بيرات، وقال انا قدمت مطلب ورفضوه لي الداخليه. علاش رفضوه له الداخليه؟ لانه لون دي مامبر نتاع البارتي بيرات كانت عنده دوبل ناسيوناليتي، اللي يجي باش يعمل بارتي وبارتي بوليتيك، دونك لازم يرجع للقانون تكوين الاحزاب، اللي قانون تكوين الاحزاب يمنع فيه كونه يكون واحد من الهيئه التاسيسيه عنده دوبل ناسيوناليتي. دونك كيفاش نجموا نعملوا على عبد ما يعرفش الثغرات القانونيه هذه باش يدير بارتي ولا باش يكون عضو في الهيئه التاسيسيه؟ احنا بالنسبه لنا كبارتي بيرات باش الرؤيه تكون واضحه، البارتي بيرات تسمى علاش اسم بارتي بيرات؟ كلمه بيرات ماهيش متعلقه بالقراصنه، ماهيش متعلقه باللي بيرات، متعلقه بحكايه اخرى، كونه بارتي بيرات بعد الاحزاب الكلاسيكيه القائمه على الايديولوجيات سواء كان يساريه او يمينيه، جات من بعض الاحزاب اللي دافع على البيئه بما انه راس المال وسخ ياسر البيئه واعتدى على البيئه. جات من بعد لي بارتي الكترونيك او لي بارتي بيرات، علاش سموه بارتي بيرات؟ على خاطر الانترنت ولات عندها دور كبير في الحياه اليوميه نتاع الشخص نتاع الانسان. جات كلمه بيرات من شنو؟ بارتي بيرات انسبيراسيون من لي بيرات، بالحق لي بيرات اللي يبداو في البحر، لي بيرات اللي يبداو في البحر ما يراوش الدنيا كما يراها انسان عادي في الارض، عنده شون دو فيزيون اكبر. دونك الحريه دابخي بارتي بيرات تراها مثلا اشون 180 دوغري، والسلطه او الدوله فهمتي ولا لا ترى الحريه 100 دوغري برك. دونك ال 80 دوغري هذيك شنو نقدروا نعرفوا عليها حتى ناخذوها. دونك من هنا جات اسم تسميه بارتي بيرات، راهي ماهيش مربوطه بالقرصان فقط باش ما تصيرش تاويلات، خاطر الكلمه هذه جديده المجتمع التونسي تو كل يوم تجيه دي تيرم جدد. جاتو بارتي بيرات اتصارت له حاله من الارتجاج، شنو هي بيرات هذه؟ شنو هذا؟ شنو مش فاهمين شنو هي الحكايه؟ احنا من واجبنا باش نفسروا لهم العباد هذوما، خاطر احنا دي جون ونو سوم كونسيون، ماناش جايين نلعبوا ماناش جايين فهاد الكره. واللي يقول بارتي بيرات جاي يفادلك تو يعرف بارتي بيرات كي هبط سور تيران يعرف شكون معاه وشكون مش معاه.